بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول من التعليم الفني الصناعي والزراعي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الكيمياء. هنتكلم النهاردة عن الفصل الدراسي الثاني اللي بيشتمل على 4 فصول. فصل أولاني بيتكلم عن مقدمة عن الجدول الدوري الحديث، بيشرح لنا إيه هو الجدول الدوري الحديث، إيه تركيبه، إزاي تتوزع فيه العناصر. ثم بعد كده بنتكلم في الفصل الثاني عن عناصر المجموعة الأولى، ثم بعد كده الفصل الثالث عناصر المجموعة الثانية، وأخيرا في الفصل الأخير هنتكلم عن عناصر المجموعة الخامسة. هنبدأ النهاردة بالفصل الأول وهو بعنوان مقدمة عن الجدول الدوري الحديث. ده عنوان الفصل الأولاني. جدول الدوري الحديث لما نيجي يتوزع او يتكون الجدول الحديث كان ليه اسس او اساسيات يبتدي يتوزع عليه العناصر. اول اساس، لا يمكن تحديد موقع الالكترونات في الذرة بدقة، ولكن يمكن حساب وتحديد احتمال تواجد الالكترون في مكان ما خارج النواة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ما اقدرش اقول ان الالكترون مكانه هنا بالظبط جوه الذرة او في المدار بتاعه، لا، هو ملوش مكان محدد. ليه؟ لان هو كتلته صغيره جدا وسرعته كبيره جدا، فما اقدرش احدد المكان بتاعه بالظبط اللي بيتواجد فيه الالكترون. طيب امال ممكن اعمل ايه؟ ممكن احدد مكان احتماليه تواجد الالكترون فيه بسبب سرعته الهائله اللي احنا في النقطه الثانيه بنتكلم عنها، وهي حاجه يسمى بالسحابه الالكترونيه. يبقى اذا انا ما اقدرش احدد مكان الالكترون بدقه. ليه؟ لان كتلته صغيره جدا وسرعته كبيره جدا، فما اقدرش احدد المكان فين بالظبط. ولكن اقدر احدد احتمالية تكون فيها تواجد الكترون فيها كبيرة جدا فيما يسمى بالسحابة الالكترونية. طب ايه هي السحابة الالكترونية او بنقول عليها الاوربيتال؟ يبقى اذا اول تعريف عندي في الفصل الثاني هو ما هو تعريف الاوربيتال او السحابة الالكترونية. تعريف الاوربيتال او السحابة الالكترونية هو منطقة او حيز من الفراغ يحيط بالنواة يكون احتمال تواجد الالكترون فيها كبيرة. يبقى هو منطقة أو حيز يحيط من الفراغ يحيط بالنواة يكون احتمال تواجد الإلكترون فيها كبيرة، يعني ممكن احتمالية إن الإلكترون يوجد فيها احتمال كبير، يعني احتمال بنقول احتمال، يعني ممكن يكون ما يكونش موجود وممكن يكون موجود، بس الاحتمال الأكبر إن هو يكون موجود. هذه المنطقة بتختلف حدود وشكل على حسب طاقة الإلكترون. يعني طاقة الإلكترون إحنا عارفين لما هنيجي نتكلم عن أو خدنا قبل كده إن في حاجة اسمها مستويات الطاقة اللي هم على عددهم 7. سميهم مستويات طاقة ليه؟ لأن كل مستوى ليه طاقة خاصة بيه، كلهم مش نفس المستوى الطاقة، كلهم ملهمش نفس القدر من الطاقة، لا، الطاقة بتختلف من مستوى لآخر. وطالما إن الطاقة اختلفت من مستوى لآخر يبقى إذا الإلكترون هيختلف طاقته برضه من مستوى لآخر. طاقته المختلفة ديت هتأثر على سرعته، ولما تأثر على سرعته ما أقدرش تبقى ألاقي إن الأوربيتال ده أو السحابة الإلكترونية بتختلف كمان مكانها على حسب السرعة بتاعته. عشان كده بنقول إيه؟ هي بتختلف على حسب طاقة الإلكترون، سواء الشكل بتاعها أو الحدود بتاعتها بتختلف على طاقة الإلكترون، لأن كل ما زادت طاقة الإلكترون هتزيد سرعته، ولما تزيد سرعته هيختلف هذه المنطقة. الحاجة اللي بعد كده بنتكلم فيها إن أنا ممكن أوصف حركة الإلكترون بواسطة حاجة اسمها الأعداد الكمية. طب ايه هي الاعداد الكمية؟ الاعداد الكمية هي 4 اعداد تحدد الاوربيتالات الالكترونية وطاقتها واشكالها واتجاهاتها في الفراغ بالنسبة لمحاور الذرة. يبقى بوصف حركة الالكترون من خلال الاعداد الكمية اللي هنتكلم عنها فيما بعد. الاعداد الكمية دي 4 اعداد بتحدد الاوربيتالات الالكترونية، يعني الاوربيتالات اللي بيتواجد فيها الالكترون، طاقة هذه الاوربيتالات، شكلها، اتجاهاتها في الفراغ بالنسبة لمحاور الذرة. دوران الالكترون حول نفسه. احنا لسه قايلين من شوية او احنا عارفين من زمان ان الالكترون بيدور حوالين النواة. طيب ده نوع من انواع الدوران. طب هل الالكترون ليه دوران تاني؟ قالك الالكترون بيدور حول نفسه حركة مغزلية حول محور. طب الحركة المغزلية حول محوره دي هل ليها احتمالات؟ ليها احتمالين، يعني هو بيدور حوالين نفسه ليه احتمالين. الاحتمال الاولاني ان هو بيدور مع اتجاه دوران عقارب الساعة. يبقى اذا اول احتمال بيبقى ان هو بيدور مع عقارب الساعة. طب هل في احتمال تاني؟
اه في احتمال تاني تلقائي، لما يقول لك الاحتمال الاولاني هو هيدور مع عقارب الساعه، يبقى الاحتمال التاني هو اتجاه دورانه بيبقى عكس اتجاه دوران عقارب الساعه. طيب لما اجي ارسم او اوضح دوران الالكترون مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه، عايز افرق ما بينهم في الحركه، بعمل ايه؟ برسم مستطيل او مربع زي ده. مستطيل او مربع ده اللي هو الاوربيتال، ده الشكل بتاع الاوربيتال. قلنا هيبقى فيه الكترون، الالكترون ده يتحرك مع عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. مع عقارب الساعه بيبقى السهم لاعلى. طيب لو اتجاه دورانه عكس عقارب الساعه، برسم برضو نفس الاوربيتال واروح عامل السهم لتحت. السهم لتحت ده دليل على ان هو بيدور عكس عقارب الساعه. يبقى اذا الالكترون بيعمل حركتين، حركه حول النواه وحركه حول نفسه او حول محور، ودي بنسميها حركه مغزليه. حركه مغزليه زي المغزل بتاع النسيج بالظبط. يبقى هنا اتجاه دورانه يا اما مع عقارب الساعه يا اما مع عكس عقارب الساعه. وقلنا بنرسم الاوربيتال مع عقارب الساعه بيبقى عباره عن سهم لفوق، انما عكس عقارب الساعه بيبقى سهم لاسفل. طيب ايه الخطوه او اللي بعد كده، الاحتمال اللي بعد كده؟ عندي سؤال مهم في الجزء ده. ايه هو السؤال المهم؟ يجي يقول لك علل ما ياتي. من الممكن تواجد الكترونين في نفس الاوربيتال حاله ازدواج على الرغم من تشابه شحنتهما السالبه. يعني انا عندي الاوربيتال اللي انا رسمته من شويه، انا قلت ممكن يكون في الكترون مع عقارب الساعه وفي الكترون عكس عقارب الساعه، يبقى اذا ممكن يبقى عندي الالكترون لنوعين، يا مع عقارب عكس عقارب الساعه. طيب ما انا ممكن الاثنين يبقوا في اوربيتال واحد، يبقى اذا عندي اثنين الكترون، واحد مع عقارب الساعه وواحد مع او عكس عقارب الساعه ولكن في اوربيتال واحد. طب ازاي مع ان الاثنين شحنتهم سالب، واحنا عارفين من قانون الجذب والتنافر ان الشحنات المتشابهه بتتنافر، يبقى اذا ما ينفعش الاثنين يبقوا متواجدين مع بعض. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا اتفقنا ان دوران الالكترون حول نفسه او الحركه المغزليه بتاعته بتولد مجال مغناطيسي. طيب انا عندي هل الالكترونين بيدوروا في نفس الاتجاه؟ لا، ده واحد بيدور مع عقارب الساعه والاخر بيدور عكس اتجاه عقارب الساعه. طيب اذا الاثنين اتجاه دورانهم عكس بعض، فينشا عندي مجالين مغناطيسيين. ليه مجالين مغناطيسيين؟ الالكترون الاولاني اللي بيدور مع عقارب الساعه هينشا عنه مجال مغناطيسي، الالكترون الثاني اللي بيدور عكس اتجاه دوران عقارب الساعه برضه بينشا عنه مجال مغناطيسي. اه الاثنين متعاكسين. طالما ان المجالين دول متعاكسين فبينشا ما بينهم قوه تجاذب. يبقى اذا بقى عندي هنا قوتين جوه الاوربيتال. قوه تجاذب نتيجه المجال المغناطيسي الناشئ عن دورانهم او عن دوران الالكترون حول نفسه، وفي القوه الكهربائيه اللي احنا عارفينها اللي هي قوه التنافر الالكتروستاتيكي اللي هي ما بينهم هما الاثنين. يبقى اذا جوه الاوربيتال في قوتين، قوه مغناطيسيه دي بتعمل على تجاذب الالكترونين، وفي قوه كهربائيه بتعمل على تنافر الالكترونين. القوه المغناطيسيه اللي ناشئه جوه الاوربيتال بتبقى اكبر من القوه الكهربائيه اللي بتعمل على تنافرهم، فعشان كده بيتواجد الالكترونين داخل الاوربيتال. طيب انا عايز اكتب الاجابه، هكتب اقول ايه؟ اقول لان دوران الالكترون حول نفسه ينتج عنه مجال مغناطيسي زي ما قلنا الحركه المغزليه، ولان دوران الالكترونين عكسيا فان المجالين المغناطيسيين يكونا متعاكسين. طب يكونا متعاكسين هيحصل ايه؟ فيتجاذب الالكترونين لبعضهما بقوه، لان قلنا هيتكون ما بينهم قوه مغناطيسيه تعمل على تجاذبهم هما الاثنين بقوة، هذه القوة بتتغلب على قوة التنافر بينهما. طيب أنا عايز أشوف بقى الأوربيتال اللي فيه الإلكترونين دول هيبقى شكله عامل إزاي؟ قلنا آدي رسمة الأوربيتال اللي عندي. آدي إلكترون بيتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة، وآدي الإلكترون التاني اللي بيدور مع عقارب الساعة. طيب ده السؤال اللي كان موجود فوق، إن هيتواجد إلكترونين في نفس الاوربيتال مع ان شحنتهم سالبه؟ لا، ممكن فعلا وده بيحدث ان هم بيتواجدوا، لان المجال المغناطيسي او القوه المغناطيسيه المتولده بتبقى اعلى من القوه الكهربائيه. طاقه الالكترونات وتوزيعها. انا عندي في حاجه اسمها توزيع الكتروني.
طيب التوزيع الالكتروني دوت هيحدث ازاي؟ قلنا اولا ان كل الكترون بيمتلك كميه من الطاقه. طيب الالكترون احنا قلنا بنوزع الالكترونات في مستويات الطاقه السبعه اللي احنا خدناها قبل كده. طيب هل كل الكترون في المستويات دي طاقته قد بعض؟ قال لك لا، كل الكترون موجود في مستوى طاقه ليه طاقه خاصه بيه، لان هي سميت مستويات طاقه. سميت مستويات طاقه ليه؟ لان كل مستوى طاقه بيختلف طاقته عن المستوى اللي بعد منه او اللي قبل منه، مش كده سميت مستويات طاقه. فهنا يبقى الالكترون اللي موجود في مستوى الطاقه بيختلف طاقته من مستوى لاخر، وده اللي بيخليه ان احنا واحنا بنوزع بنراعي اولا هذه الطاقات او الاختلاف هذه الطاقات. طيب هل الالكترونات ديت بتتوزع في مستوى واحد؟ لا، ده بتتوزع زي ما احنا عارفين من خلال سبع مستويات طاقة رئيسية اللي احنا هنقول عليهم اعداد الكم الرئيسية. ايه هما السبع مستويات اللي عندي؟ سبع المستويات اللي عندي خدنا رموزهم قبل كده، اللي هي ال K L M N O P Q، كانوا قلنا اللي هما ادي المستوى الاول والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع. يعني الاولاني اللي هو ال K، التاني اللي هو ال L، التالت اللي هو ال M، الرابع اللي هو ال N، الخامس اللي هو الاو، السادس اللي هو البي، السابع اللي هو الكيو. وقلنا الواحد اتنين تلاته اربعه ديت بنطلق عليهم كلمه اعداد الكم الرئيسي، وقلنا ان بتختلف ابعاد هذه المستويات عن النواه. يعني ايه بتختلف ابعاد هذه المستويات عن النواه؟ يعني انا عندي النواه بيدور حواليها مستويات الطاقه بتاعتي. المستوى الطاقه بتاعتي من حيث قربه او بعده للنواه بيختلف على حسب طاقته، كلهم مش على مسافات متساويه. يعني مش هاجي الاقي ان الفرق مثلا في الرسم بين المستوى الاولاني او ما بين النواه والمستوى الاولاني مثلا 2 سم، والاقي بعد كده 2 سم و3 سم وهكذا. لا، كلهم بيختلفوا عن بعض. البعد بتاع مستوى الطاقه عن النواه بيختلف من مستوى لاخر. يرمز لعدد الكم الرئيسي الذي يشير الى رقم مستوى الطاقه الرئيسي بان. يعني انا عندي الان ديت هو رمز عدد الكم الرئيسي. اي عدد كم؟ اولاني، تاني، تالت، رابع، لغايه السابع، ده رمزه الاساسي او الجنرال بتاعه اللي هو الان. بعد كده ببتدي اتحرك واشيل الان بتاعي. طيب لو انا عايز احسب العدد الاقصى للالكترونات اللي بيمكن يتحملوا اي مستوى طاقه او اي عدد كم رئيسي، يعني انا دلوقتي عندي مستويات الطاقه قلنا ان هم سبعه، المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع، وهكذا السبع مستويات. طب انا عايز اعرف المستوى الاول بيتحمل كم الكترون، اقصى عدد ليه، يعني احنا بنقول اقصى عدد. طيب المستوى الثاني اقصى عدد ليه كام، الثالث اقصى عدد ليه كام. بنقدر نجيب الاقصى العدد الاقصى للالكترونات في مستوى طاقه من خلال علاقه. العلاقه دي بتقول ان العدد الاقصى للالكترونات اللي موجوده في مستوى طاقه بنجيبها من العلاقه 2 ان تربيع. 2 ان تربيع اهي، ال 2 ان تربيع ديت ايه هي الان اللي عندي؟ الان احنا لسه قايلين ده رمز عدد الكم الرئيسي. طيب عدد الكم الرئيسي عندي قلنا يبقى اذا وانا بشتغل فلما اجي احسب العدد الاقصى بشيل كلمه ان واحط رقم المستوى. بمعنى لو انا عايز العدد الاقصى للالكترونات اللي موجوده في مستوى الطاقه الرئيسي الاول بشيل الان واحط مكانها واحد. طب لو عايز اجيب العدد الاقصى للالكترونات اللي بيتحملها المستوى الطاقه الثالث هشيل الان واحط 3، كما في الامثله اللي هنعرضها دلوقتي. المثال اللي عندي عايز العدد الاقصى الالكترونات في مستوى الطاقه الثالث. كلمه اول ما اقول مستوى الطاقه الثالث يبقى الان اللي احنا قلنا بتشيل العدد الكم الرئيسي هتساوي 3. يبقى كل اللي انا بعمله بنزل الاثنين زي ما هي، الان واشيلها واحط مكانها 3 اللي هو رقم العدد الكم الرئيسي اللي عندي، واربح. يبقى 2 في 3 تربيع، 3 تربيع ب 9 في 2، يبقى المستوى الثالث اقصى عدد ليه 18. اما اقول اقصى عدد ليه 18 مش معناه ان هو بيشيل 18 بس، لا، هو ممكن يشيل 1 2 3 4، يشيل اي عدد من الالكترونات لكن ما يتعداش ال 18 الكترون. طب هنعرف مع لما نيجي نتكلم عن التوزيع الالكتروني اشمعنى قلنا العدد 18 الكترون. طيب لو جه مثال تاني عايز العدد الاقصى للالكترونات في مستوى الطاقه الرابع،
مستوى الطاقة الرابع يعني ان بتساوي 4. هطبق نفس العلاقة 2 ان تربيع، 2 ان تربيع بشيل الان واحط الاربعة اللي عندي، يبقى كانها 2 في 4 تربيع يعني هتساوي 4 تربيع ب 16 في 2 يعني هتساوي 32 الكترون. من هنا يبقى نقدر نعرف ان المستوى الاولاني لو انا حبيت اطبق العلاقه ديت في المستوى الاولاني هشيل الان واحط مكانه واحد، هلاقي ان المستوى الاول بيتحمل ب 2 الكترون، اقصى عدد ليه 2 الكترون يا واحد يا 2. طيب بعد كده طيب المستوى الثاني او عدد الكم الرئيسي الثاني هشيل الان واحط 2، الاقي ان العدد الاقصى الالكترونات فيه 8 وهكذا. لكن نخلي بالنا ان في ملاحظه مهمه وبيجي لنا عليها سؤال عالي، ايه هو؟ ان انا العلاقه اللي هي 2 ان تربيع دي ما اقدرش استخدمها غير لغايه عدد الكم الرئيسي الرابع فقط، وده السؤال اللي موجود عندنا، علل لما ياتي. يمكن تطبيق العلاقه 2 ان تربيع حتى المستوى الرابع فقط. لو انا بصيت ان انا لما جيت استخدمت العلاقه 2 ان تربيع لقيت ان العدد الاقصى للالكترونات اللي موجوده عندي هي 32 الكترون. طيب لو انا حبيت اطبق بقى نفس العلاقه في المستويات الاعلى، يعني هاجي عند المستوى الخامس وهطبق عليه العلاقه 2 ان تربيع، الان ب 5 يبقى 2 ان تربيع يعني كانها 2 في 5 تربيع يعني 50 الكترون. هطلع لفوق منه المستوى السادس هلاقي بيتحمل 72 الكترون. هاجي ابص على المستوى السابع الاقيه بيتحمل ب 98 الكترون، الكلام ده مش مظبوط. اقصى عدد ممكن يتحمله مستوى طاقه هو 32 الكترون، وال 32 ديت اللي جت من تطبيق العلاقه على المستوى الرابع. يبقى اذا انا اقدر اطبق العلاقه لغايه المستوى الرابع فقط، لان اي مستوى طاقه مش هيقدر يتحمل اكتر من 32 الكترون، لان في الحاله ديت هتبقى الذره غير مستقره. يبقى اذا ما اقدرش اطبق العلاقه ديت في المستويات اللي اعلى من المستوى الرابع لان الذره هتصبح غير مستقره. طيب الاجابه عندي لان الذره تصبح غير مستقره اذا زاد عدد الالكترونات في اي مستوى طاقه رئيسي عن 32 الكترون. كل مستوى طاقه رئيسي بيتكون من عده مستويات فرعيه مختلفه في الطاقه. يعني احنا دلوقتي بنحاول نوصف الاساسيات اللي اتبنى عليها الجدول الدوري الحديث والتوزيع الالكتروني. كل مستوى طاقه رئيسي مستوى طاقه رئيسي اللي هي ايه؟ اللي هي اعداد الكم الرئيسيه اللي هي الكي والال والام والان والاو، بيحتوي على عده مستويات فرعيه ما عدا المستوى او عدد الكم الرئيسي الاول او المستوى الطاقه الاول الرئيسي الاول، ده بيحتوي على مستوى فرعي واحد. يبقى اذا تاني ان مستويات الطاقه الرئيسيه ديت او اعداد الكم الرئيسيه ديت بتحتوي على مستويات فرعيه ما عدا عده مستويات فرعيه ما عدا المستوى الاول. المستوى الاول فيه مستوى فرعي فقط واحد فقط، يبقى تاني عدد الكم الرئيسي فيه مستوى فرعي واحد فقط. طيب اعداد الكم اللي بعد كده لا، هلاقيها بتحتوي على عده مستويات فرعيه. طيب المستويات الفرعيه ديت ايه رموزها اللي عندي؟ الرموز بتاعه مستويات الطاقه الفرعيه اللي عندي اس بي دي اف، والاقي ان الفروق في مستويات الطاقه ما بين الاربع مستويات الفرعيه دول فروق ضعيفه او فروق في الطاقه صغيره مش كبيره. يبقى تاني انا عندي اعداد كم رئيسيه اللي هي السبع اعداد الكم اللي هم الكي والال والام والان والاو والبي والكيو، عددهم سبعه. عندي مستويات فرعيه، مستويات الفرعيه دول عددهم اربعه اللي هم الاس والبي والدي والاف، وقلنا ان الفروق ما بين مستويات الطاقه في المستويات الفرعيه الفرق فينا في الطاقه بيكون مش كبير. المستوى الفرعي اس، قلنا كل مستوى فرعي بيحتوي على عدد من الاوربيتالات، يبقى كل مستوى فرعي بيحتوي على عدد من الاوربيتالات. المستوى الفرعي اس بيحتوي على اوربيتال واحد، المستوى الفرعي بي بيحتوي على ثلاث اوربيتالات، المستوى الفرعي دي بيحتوي على خمس اوربيتالات، المستوى الفرعي اف بيحتوي على سبع اوربيتالات. طيب يبقى قلنا تاني في اعداد كم رئيسيه هتحتوي او في تحت منها مستويات فرعيه اللي هم اربع مستويات اللي هم الاس والبي والدي والاف،
ثم بعد كده هنلاقي بقى ان كل مستوى فرعي بيحتوي على عدد من الاوربيتالات، مستوى اس في اوربيتال واحد، مستوى بي في ثلاث اوربيتالات، مستوى دي في خمس اوربيتالات، المستوى الاف في سبع اوربيتالات. طيب بعد ما ابص على الاوربيتالات هلاقي ان الاوربيتالات ديت بتتحمل بعدد من الالكترونات. ما الاوربيتال ده زي ما رسمنا في الاول بيبقى فيه الكترونات، قد يكون الكترون كل اوربيتال اقصى عدد من الالكترونات فيه بيكون اتنين، ممكن يكون واحد او اتنين. طيب يبقى اذا المستوى الفرعي اس هيشيل كم الكترون؟ هو ما فيهوش غير اوربيتال واحد، طالما ما فيهوش غير اوربيتال واحد يبقى يحتمل الكترون او اتنين. طيب نمسك المستوى الفرعي بي، المستوى الفرعي بي كم اوربيتال؟ تلاته، كل اوربيتال بيحتمل او ممكن يشيل اتنين الكترون، يبقى اذا اقصى عدد ممكن يشيله مستوى الفرعي بي هو ست الكترونات. المستوى الفرعي دي في خمس اوربيتالات، كل اوربيتال بيحتمل اتنين، يبقى اقصى عدد ليه 10 الكترونات. طب المستوى الفرعي اف هو عباره عن سبع اوربيتالات، كل اوربيتال بيشيل اتنين الكترون، يبقى اقصى عدد ليه للالكترونات اللي موجوده داخل المستوى الفرعي اف هو 14 الكترون. يتم التمييز بين المستويات الفرعيه المختلفه من خلال عدد الكم الرئيسي. بمعنى انا لسه قايل ان في مستوى فرعي اس وبي ودي واف، وده موجود في كل مستويات الطاقه الرئيسيه. نمسك مثال على كده، المستوى اس، مستوى اس موجود في عدد او عدد الكم الرئيسي الاول، فبتلاقيني مكتوب عشان اعرف ان المستوى اس ده عدد الكم الرئيسي مكتوب جنبيه 1s. طيب لو مكتوب جنبه 2s يبقى ده المستوى الفرعي اس اللي موجود في عدد الكم الرئيسي الثاني او مستوى الطاقه الرئيسي الثاني. طيب لو موجود 3S يبقى 3 ديت معناها ان المستوى الفرعي S ده موجود في عدد الكم الرئيسي الثالث او مستوى الطاقة الرئيسي الثالث. يبقى اذا بقدر افرق ما بين المستويات الفرعية مكانها فين من خلال العدد الكم الرئيسي اللي بيبقى موجود قدام منا، اللي هو موجود لما بصينا قلنا ان هو N، لا هو مش N، هو بيبقى مكتوب يا واحد يا اتنين يا تلاتة N، دي عشان احنا دي جنرال حالة عامة. لكن لما اجي وانا بوزع في الالكترونات بيبقى مكتوب 1s 2s 2b 3s 3b 3d. كلمه ال 3 اللي قبل كلمه اللي قبل الرمز بتاع مستوى الطاقه الفرعي دليل على عدد الكم الرئيسي اللي موجود. توزيع الالكتروني، يعتمد التوزيع الالكتروني لذرات العناصر المختلفه على عدد الالكترونات الموجوده في كل ذره عنصر ومنسمى على طاقه الالكترون. يعني لما اجي اعمل توزيع الكتروني لذرات العناصر زي ما كنا بناخد في اعداديه، ان كنا بنقول مثلا وليكن الاو ونيجي نقول وزع الاو، نقول المدار الاول بياخد 2 والمدار الثاني بياخد 6 الكترونات. توزيع الالكترونات 2 او 6 ده بيتوقف على عدد الالكترونات وعلى طاقه الالكترون، وده بيعتمد كذلك برضو على مبدئين او قاعدتين مهمين هنتكلم عنهم. أول قاعدة اسمها مبدأ البناء التصاعدي. مبدأ البناء التصاعدي، كلمة تصاعدي واحنا عارفين من في الرياضة من واحنا صغيرين ان انا من الصغير للكبير. طب ايه تعريف مبدأ البناء التصاعدي؟ تملأ الالكترونات المستويات الفرعية ذات الطاقة الأقل ثم الأعلى. بمعنى انا عندي مستويات فرعية S و B و D و F. طيب وانا بوزع الالكترونات خلال الذره بلاقي عندي ان انا هكتب 1s و2s و2b و3s و3b و3d. طيب هل لما اجي اوزع بقى هوزعهم ازاي؟ قال لك تملا الالكترونات مستوى الطاقه ذات الطاقه الاقل ثم الاعلى، عشان كده ببدا ب1s بعد كده 2s كده 2b كده 3s بعد كده 3b. المفروض طب في 3d، فين ال 3d؟ مش موجوده ال 3d، هتبقى تتملي في المستوى الرابع مش في المستوى الثالث. طب ده 3D، كلمة 3D احنا لسه قايلين ان الرمز اللي موجود قبل المستوى الفرعي بيدل على مستوى الطاقة بتاعه. طيب انت قلت 3D يبقى اذا هو موجود في المستوى الرئيسي الثالث. لقوا او وجدنا ان المستوى الثالث ال 3D اعلى من ال 4S. طيب ال 4S اللي هي ايه ال 4S؟ اللي هو المستوى الفرعي اس اللي موجود في المستوى الرابع، فال 3 دي اعلى منه،
فعشان كده بيتملي ال 3 دي بعد ال 4 اس. طب ال 3 دي بعد ال 4 اس يعني ال 3 دي هتبقى مكانها فين؟ في المستوى الثالث والمستوى الرابع. احنا قلنا بعد ال 4 اس، يبقى اذا هي هتتملي في المستوى الرابع. يبقى مثال على ان الالكترونات بتملى المستويات الفرعيه ذات الطاقه الاقل ثم الاعلى، ان انا هلاقي طاقه المستوى الفرعي 3 دي اكبر من طاقه المستوى الفرعي 4 اس، لذلك يملا بعده في المستوى الرابع، ويتكرر ذلك بالنسبه للمستويات الاعلى. يعني ايه يتكرر ذلك بالنسبه للمستويات الاعلى؟ يعني انا عندي قلت ال 3 دي بيتوزع بعد ال 4 اس. طيب هاجي عندي 4 دي، طب هوزعه فين؟ هيبقى بعد ال 5 اس. طب عندي ال 5 دي هيبقى فين؟ هيبقى بعد ال 6 اس، لان دايما قلنا ان دي مستواه بيبقى اعلى من الاس اللي بعد منه، فبدل ما بيتملي في عدد الكم الرئيسي بتاعه بيتملي في عدد الكم الذي يليه. ودي كانت اول قاعدة او اول مبدأ من الحاجات اللي بنبني عليها اساسنا في التوزيع الالكتروني. تاني حاجة قاعدة هوند. ايه هي قاعدة هوند؟ قاعدة هوند بيقول، قاعدة هوند تعريفها: لا يحدث ازدواج بين الكترونين في الاوربيتالات داخل المستوى الفرعي الواحد الا بعد ان تشغل جميع اوربيتالاته فرادة اول. بمعنى ان انا عندي عدد من الالكترونات موجود مثلا في الاوربيتال اس، اوربيتال اس ده هو او في المستوى الفرعي اس، هم ما فيهوش غير اوربيتال واحد، فتلقائي لو في الكترون واحد هحطه في الاوربيتال اس، لو في الكترون تاني برضه هحطه جنب منه في الالكترون اس، زي ما قلنا اللي بيحدث ازدواج ما بينهم. طيب عندي بقى المستوى الفرعي بي، المستوى الفرعي بي فيه ثلاث اوربيتالات. طيب المستوى الفرعي فيه ثلاث اوربيتالات، لو عندي واحد خلاص هحطه في اول اوربيتال وخلاص. طب لو عندي التاني، لا مش هحطه في اول اوربيتال، هبتدي انقله في الاوربيتال التاني. طيب لو عندي واحد تالت يبقى في الاوربيتال التالت. طب عندي واحد رابع ارجع من الاول. يبقى اذا انا بنيت التلات اوربيتالات فردي في الاول، بعد كده عملت لهم عمليه ازدواج. زي المثال اللي قصادنا اللي هو لغاز الاكسجين. مثال التوزيع الالكتروني لذره الاكسجين O16-8. طبعا انا بوزع الثمانية. اول حاجه هعملها ال 1s، ادي الاوربيتال بتاعه، قلنا ان ال 1s بيحتمل باتنين الكترون، فببتدي احط الاتنين الكترون. اشمعنى حطيت اتنين الكترون؟ انا عندي 8 الكترونات، وتلقائي ال 1s هو اللي هيتملي في الاول، فبملاه بالعدد اللي هو المسموح بتاعه اللي هم الاتنين الكترون. خلصنا من ال 1s. احنا قلنا المستوى الاول بيشيل 2 الكترون، خلاص اتحطوا في ال 1s، خلاص كده المستوى الاول بال 1s خلص. هنخش على المستوى الثاني، برضو ببدا بالاس. طب الاس عباره عن ايه؟ اوربيتال واحد. طيب انا عندي 6 الكترون باقيين، انا خدت 2 حطيتهم في المستوى الطاقه الرئيسي الاول، فبقى عندي 6 الكترونات. هبدا في المستوى الطاقه الثاني بال 2s، يبقى هحط فيه الاثنين زي ما هم، لان مفيش في الاس غير اوربيتال واحد فبملاه. هاجي عند البي، انا لسه عندي 4 الكترونات ما وزعتهمش، فداخل على ال2b. اما اجي اوزع ال2b عندي 3 اوربيتالات، امسك الاوربيتال الاولاني هحط فيه الكترون، امسك الاوربيتال الثاني احط فيه الكترون، امسك الاوربيتال الثالث احط برضه فيه الكترون. لو انا عديتهم 2 و2 4 و3 7 فاضل واحد، الواحد يتحط في اول اوربيتال. طيب استفدنا ايه من اللي انا بقوله دوت؟ ان انا لو مسكت عند ال2b هلاقي عندي 3 اوربيتالات، ما جيتش حطيت الاربعة 2 في الاولاني و2 في الثاني وسبت الثالث فاضي، لا امال عملت ايه؟ وزعت فردي الاول، كل اوربيتال خد الكترون، بقى معايا الكترون، فابتديت اعيد من الاول مره ثانيه. طيب لو انا عندي ذره ثانيه بقى معايا 5 الكترونات وهحطهم في التوبي، هعمل ايه؟ هروح حاطط الالكترون الخامس في الاوربيتال الثاني اللي في النص. يبقى اذا بوزع الاول فردي، ثم بعد ذلك بوزع او ببتدي اعمل عمليه ازدواج. السهم هنا بيشير لاتجاه ازدياد الطاقه، وكلمه ازدياد الطاقه هنا يعني الطاقات بتزيد. ال 1s 2s، يعني ال 1s ده اقل طاقه، بعد كده 2s، بعد كده 2b، بعد كده 3s، بعد كده 3b، بعد كده 4s، بعد كده 3d. يبقى اذا
كل ما هطلع من المستوى العدد الكم الرئيسي الاول وابتدي اطلع لغايه اعداد الكم اللي اعلى منه، الاقي ان مستوى الطاقه بيزيد عندي. الجدول الدوري الحديث. جدول الدوري الحديث بيعتمد على ترتيب العناصر طبقا لاعدادها الذريه. يبقى اذا مش العدد الكتلي، لا العدد الذري. يعني احنا لما خدنا الاو من شويه قلنا او 16 8، انا ابتديت اوزع الثمانيه اللي هو العدد الذري بتاعي بدءا بعنصر الهيدروجين باتجاه تصاعدي بحيث يزيد كل عنصر عن العنصر الذي يسبقه بالكترون واحد. يعني ان انا هبدا في الجدول الدوري الحديث دوت بوزع الالكترونات حسب اعدادها الذريه. ببدا بالهيدروجين اللي عدده الذري واحد، ثم بعد كده ببتدي ازود عدد او بزود الكترون واحد كل عنصر او كل ذره ورا الهيدروجين. بلاقي ان الجدول الدوري الحديث ده بيتكون من حاجه اسمها دورات ومجموعات. الدورات دي بتبقى دورات افقيه، ودي عددها سبع دورات، وكلمه سبع دورات يفكرني بحاجه باللي هم سبع اعداد كم رئيسيه. يبقى اذا كل دوره افقيه بيتملي فيها عدد كم رئيسي. يعني لما اجي اقول الدوره الافقيه الاولى، يعني المستوى الاول او عدد الكم الرئيسي الاول، احنا قلنا عدد الكم الرئيسي فيه 2 الكترون اللي هو الاولاني، يبقى اذا الدوره الافقيه الاولى هيبقى فيها عنصرين فقط. طيب ده بالنسبه للدورات، وكل دوره بتنتهي بغاز خامل ما عدا الدوره السابعه. يتكون الجدول الدوري من 18 مجموعه راسيه. ال 18 مجموعه راسيه تنقسم الى 8 مجموعات رئيسيه اللي هم الرمز بتاعهم بيبقى ايه، و10 مجموعات فرعيه اللي هي رمزهم بي ده طبقا للنظام القديم. نلاحظ ان في عناصر المجموعه الواحده بتتشابه في التركيب الالكتروني لمستوى الطاقه الاخير فيما عدا العدد الكمي الرئيسي اللي هو الان. يعني لو انا مسكت مثلا المجموعه الاولى هلاقيها كلها بتنتهي بالمستوى الفرعي. لو انا كتبت التوزيع الالكتروني للمجموعه الاولى مثلا هلاقيها كلها بتنتهي بالمستوى الفرعي اس، وكلها فيها الكترون واحد فقط. ولكن ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان هلاقي كل عنصر من عناصر المجموعه الاولى الاختلاف بتاعه في العدد الكمي الرئيسي اللي جاب من المستوى الفرعي اس. يعني لو انا مسكت الهيدروجين هلاقيه منتهي ب 1s1. طيب لو انا مسكت اللي بعد الهيدروجين الصوديوم هلاقي مثلا الصوديوم هلاقيه بينتهي ب 3s1. يبقى اذا انا لو انا بصيت هلاقي ان انا عندي الهيدروجين ليثيوم، الهيدروجين 1s1، الليثيوم 2s1، الصوديوم 3s1، بوتاسيوم 4s1. يبقى اذا كلهم عناصر المجموعه الاولى كلها بتنتهي بالمستوى الفرعي اس وفيها الكترون واحد. امال ايه الاختلاف اللي فيها؟ عدد الكم الرئيسي. الهيدروجين مكتوب 1 لان ده عدد الكم الرئيسي الاولاني. الليثيوم هلاقي مكتوب عنده اللي هو 2 لان ده عدد الكم الرئيسي الثاني. الصوديوم هلاقي مكتوب 3s1 ليه؟ لان ده عدد الكم الرئيسي الثالث. البوتاسيوم 4s1 ليه؟ لان ده عدد الكم الرئيسي الرابع. يبقى اذا ان المجموعه الواحده بتنتهي بنفس العدد من الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير، كذلك نفس المستوى الفرعي ولكن بتختلف في عدد الكم الرئيسي. ده الجدول الدوري للعناصر الكيميائيه اللي موجوده عندي. لو انا بصيت على اقصى الشمال دي المجموعه الاولى، اقصى اليمين بعد كده اللي جنبيها المجموعه الثانيه، اللي في النص دول اللي هم العناصر الانتقاليه اللي هنتكلم عنهم، دول عناصر الاوربيتال او المستوى الفرعي دي، لكن المجموعه الاولى والثانيه دي عناصر المستوى الفرعي اس. هنيجي نبص بعد العناصر الانتقاليه اللي في النص اللي هم العشر عناصر الانتقاليه اللي هم باللون الفاتح الموف اللي موجود دوت، هنيجي نبص على الستة اللي بعد كده هلاقيهم دول المجموعات الباقية اللي هي من التالتة للتامنة. قلنا المجموعات ديت اللي هي بيملأ فيها المستوى الفرعي بي. دول لو انا عديت
كمستويات افقيه هلاقيهم عددهم 7. اول دوره افقيه اللي فيها بتبدا بالهيدروجين وتنتهي بالهيليوم، ثم الدوره الثانيه بتبدا بالليثيوم وتنتهي بالنيون، ثم الدوره الثالثه بتبدا بالصوديوم وتنتهي بالارجون. هلاقي ان كلها بيبدا بعنصر فلزي وينتهي بغاز خامل، يبدا بعنصر فلزي وينتهي بغاز خامل ما عدا الدوره الافقيه الاخيره اللي هي الدوره 7، ما بتنتهيش بغاز خامل. الدورات الافقيه قلنا هي 7 دورات افقيه، ويتفق رقم كل دوره مع المستوى الرئيسي لطاقه الالكترونات ذرات العناصر الموجوده في الدوره. يبقى الدورات الافقيه عددهم 7، كل دوره بيتفق مع رقم المستوى. زي ما احنا قلنا ان لو الدوره الاولى يبقى معناها ان انا بشتغل على عدد الكم الرئيسي الاول، الدوره الثانيه يبقى بشتغل على عدد الكم الرئيسي الثاني، الدوره الثالثه يبقى بشتغل على عدد الكم الرئيسي الثالث، الدوره الرابعه بشتغل على عدد الكم الرئيسي الرابع. هنتكلم عن كل دوره بطريقه مبسطه. هنبدا الاول بالدوره الاولى. الدوره الاولى بتتكون من عنصرين فقط، هما الهيدروجين والهيليوم. قلنا الهيدروجين ده موجود في المجموعه الاولى، والهيليوم دي موجود في المجموعه الاخيره او هي المجموعه الصفريه، وده غاز خامل، وبيتملي في الدوره ديت المستوى الفرعي 1s. الدوره الثانيه دي بتتكون من 8 عناصر. عرفنا ازاي هي بتتكون من 8 عناصر؟ من العلاقه اللي احنا قلناها قبل كده 2n تربيع. بتبدا بعنصر الليثيوم وتنتهي بغاز خامل هو النيون، وده بنبني في الدوره الثانيه قلنا مستوى الطاقه الرئيسي الثاني، ومستوى الطاقه الرئيسي الثاني قلنا بيحتوي على مستويين فرعيين اللي هم ال 2s وال 2b. يبقى اذا لو انا بصيت 2s و 2b، احنا قلنا الاس اقصى قيمه للعدد الاقصى بتاع الالكترونات عنده هو 2، البي العدد الاقصى الالكترونات اللي بيشيله هو 6، يعني 2 و6 8، عشان هو بيتحمل ب 8 الكترونات. فالدوره الافقيه دي بتتكون من 8 عناصر. الدوره الثالثه اللي عندي دي بتتكون برضو من 8 عناصر، وهنيجي نقف عند الدوره الثالثه ليه 8 عناصر. المفروض لو انا طبقت العلاقه 2n تربيع الاقيها تتكون من 18 عنصر، لكن بلاقي ان هي موجوده فعلا فيها 8 عناصر فقط. 8 عناصر فقط قلناها من شويه، لان هي المفروض بيتملي فيها المستويات الفرعيه اللي هي 3s 3b 3d، لكن ال 3d عندي ما بيتمليش في المستوى الفرعي الثالث، بيتنقل ما بيتمليش في المستوى الرئيسي الثالث، بيتنقل للمستوى الرئيسي الرابع، عشان كده هو ما بيتمليش في هذا المستوى، عشان كده بنشيل منها 10 عناصر. فبدل ما بتبقى 18 عنصر بتبقى 8 عناصر فقط. يبقى الدورة الثالثة 8 عناصر فقط. ليه 8 عناصر فقط؟ لأن المستوى الفرعي 3D نقلناه أو اتأجل للمستوى الرابع، لأنه أكبر طاقة من المستوى الفرعي 4S. والدورة الثالثة دي بتبدأ بعنصر الصوديوم وتنتهي بغاز خامل هو الأرجون. الدورة الرابعة تكون من 18 عنصر برضو. ليه؟ لان احنا هنشيل المستوى الفرعي 4s هنشيل المستوى الفرعي ال 4d، وهنبتدي ننقله بعد كده في ال 4s في المستوى الرئيسي الخامس. يبقى اذا هنا هنلاقيها 18. طب احنا نقلنا ال 4d وديناه للمستوى الرئيسي الخامس، طب اللي خلاها 18 ليه؟ لان انا عندي ال 3D خدته من المستوى الرئيسي الثالث، ببتديت املاه في ايه؟ الدوره الرابعه او المستوى الرئيسي الرابع. يبقى تاني الدوره دي ليه مش 8 مع ان انا هنقل ال 4D لعدد الكم الرئيسي الخامس؟ لان انا عندي ال 3D اللي اتنقل عندي من عدد الكم الرئيسي الثالث وديته على عدد الكم الرئيسي الرابع اللي هي الدوره الرابعه،
فاكتملت ال 18 زي ما هم، يبقى هنا هيتملي الاورب 3 او المستويات الفرعيه اللي عندي اللي هي ال 4S ال 4B ال 3D. عشان كده بتبقى الدوره ديت مكونه من 18 عنصر. يبقى هي تتكون من 18 عنصرا، تبدا بعنصر البوتاسيوم وتنتهي بغاز خام اللي هو الكريبتون. الدوره دي بتحتوي على 10 عناصر تسمى بالعناصر الانتقاليه نتيجه ملء اوربيتالات المستوى الفرعي 3D. يبقى اذا نقدر نعرف ان في حاجه عندي اسمها العناصر الانتقاليه، والعناصر الانتقاليه ديت جت منين؟ من المستوى الفرعي دي. يبقى اذا المستوى الفرعي دي العناصر او الالكترونات بتملا المستوى الفرعي دي هتعمل لي عناصر، العناصر ديت هنسميها بالعناصر الانتقاليه، هنلاقيها موجوده في المستوى الرابع او الدوره في الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه. الدوره الخامسه اللي عندي تتكون من 18 عنصر، تبدا بعنصر الروبيديوم وتنتهي بغاز خام اللي هو الزينون. تحتوي هذه الدوره ايضا على 10 عناصر انتقاليه نتيجه ملء المستوى الفرعي 4D بعد المستوى الفرعي 4S. الدوره السادسه دي بتتكون من 32 عنصر. طيب احنا قلنا الدوره الاولانيه فيها عنصرين فقط، الدوره الثانيه والثالثه 8 عناصر، الرابعه والخامسه 18 عنصر. طب الدورة السادسة ليه 32 عنصر؟ 32 عنصر لأن هبدأ أملأ فيها مستوى فرعي جديد اللي هو المستوى الفرعي F. يعني أنا عندي المستويات اللي هتتملي في الدورة السادسة اللي هم الـ S والـ B والـ D والـ F. الـ S قلنا بيشيل 2 إلكترون، الـ B 6، الـ D 10، الـ F 14. لو انا جمعتهم هلاقي عباره عن 32 الكترون، ال 32 الكترون دول يعملوا لي 32 عنصر اللي هم عناصر الدوره السادسه. يبقى في الدوره السادسه 32 عنصر لان كل المستويات الفرعيه هتتملي في هذه الدوره سواء اس او بي او دي او اف. ببدا بالاس والبي والدي والاف. خلي بالي كذلك ان المستوى الفرعي اف اللي هيتملي هنا رمزه 4F مش 6F، هي دي الدورة السادسة لكن رمزه 4F. طب يجي لي سؤال يقول لي ليه أنا الـ 4F المفروض يتملي في المستوى الرابع أو عدد الكم الرئيسي الرابع ألاقيه بيتملي في عدد الكم الرئيسي السادس؟ اتفقنا من شوية إن في حاجة اسمها مبدأ البناء التصاعدي. قلنا مبدأ البناء التصاعدي إن تملأ الالكترونات مستويات الفرعيه ذات الطاقه الاقل ثم الاعلى. الفور اف طاقته عاليه فما بيتمليش لا في المستوى الرابع ولا في المستوى الخامس، بيتملي في المستوى السادس او في عدد الكم الرئيسي السادس. يبقى اذا الدوره السادسه تكون من 32 عنصر، تبدا بعنصر السيزيوم وتنتهي بغاز خام اللي هو الرادون. تحتوي هذه الدورة على 10 عناصر انتقالية. احنا اتفقنا خلاص ان العناصر الانتقالية اللي هي بتاعت المستوى الفرعي دي، ودي موجودة في الدورة الرابعة والخامسة والستة والسبعة. تحتوي على 14 عنصر تملأ اوربيتالات المستوى الفرعي 4F، وتوضع هذه الدورة او اللي هي عناصر الـ 4F ديت بتوضع اسفل الجدول منفصلة، وعناصرها تلي عنصر اللانثانم وتسمى اللانثانيدات او عناصر الارض النادره. يبقى اذا عناصر المستوى الفرعي 4F دي بتفصل تماما وبتتحط في اسفل الجدول الدوري الحديث، ودي بنسميها اللانثانيدات او عناصر الارض النادره، ودي بتبقى موجوده في اسفل الجدول الدوري الحديث مش موجوده فوق مع الجدول. لو انت خدت بالك وانا بشرح لك وقلت لك ان المجموعتين الاولى والثانيه دول عناصر المستوى الفرعي S، بعديهم بتيجي العناصر الانتقاليه اللي هم العشره اللي في النص اللي هم عناصر المستوى الفرعي D، ثم بعد كده على اقصى اليمين موجود ست مجموعات اللي هم عناصر المجموع او المستوى الفرعي B. لكن المستوى الفرعي F هلاقيه موجود في اسفل الجدول تماما، اسفل الجدول تماما. اول مجموعه فيه اللي هي او اول دوره فيه اللي هي ال 4F
اللي هي بنسميها اللانثانيدات او عناصر الارض النادرة. الدورة السابعة، هذه الدورة غير مكتملة حتى الان لان فيها عناصر ناقصة، قلنا كل الدورات بتنتهي بغاز خامل ما عدا الدورة السابعة. العناصر الانتقالية موجودة فيها ولكن في اللي هو بيتملي فيها عناصر المستوى الفرعي او المستوى الفرعي 4F، وده كذلك بيبقى موجود اسفل الجدول الدوري الحديث، وده عناصر مشعة وبنسميها الاكتينيدات. يبقى اذا عندي عناصر المجموعة 4F وعناصر المجموعة 5F ليهم اسماء. عناصر المجموعة 4F بتسمى اللانثانيدات ودي بتبقى موجودة في اسفل الجدول، ودي عناصر الارض النادرة. عناصر المستوى الفرعي 5F برضو بتفصل اسفل الجدول الدوري الحديث، ودي بنسميها الاكتينيديات ودي عناصر مشعة. ده كانت الدورات اللي عندي في الجدول الدوري الحديث. هنتكلم عن المجموعات. المجموعات الرئيسية اللي عندي ان قلنا بينقسم الجدول الدوري الى 18 مجموعة رئيسية طبقا للنظام الحديث. تبع للنظام القديم هلاقيه عبارة عن 8 مجموعات رئيسية A و 10 مجموعات فرعية B. لو انا ركزت شوية من بعد اللي انا قلته عن المستويات الفرعية الاس والبي والدي والاف، هلاقي ان 8 مجموعات الرئيسية ديت اللي هم عناصر المستويين الفرعيين الاس والبي اللي احنا قلنا المجموعة الاولى والتانية اللي على اقصى يسار الجدول الدوري اللي بيتملي بيه المستوى الفرعي اس، كذلك ادي 2 يبقى من 8 6 اللي هم عناصر المستوى الفرعي بي اللي هم بيملأوا الست مجموعات اللي موجودين اقصى يسار الجدول الدوري. طيب العشر مجموعات الفرعية، لو انا افتكر العشر مجموعات فرعية هفتكر المستوى الفرعي دي اللي هي العناصر الانتقالية، وقلنا دي بتبقى موجودة في وسط الجدول. عدد الالكترونات ونوع المستوى الفرعي في مستوى الطاقة الخارجي لعناصر المجموعة الواحدة هما نفس العدد ونفس النوع مع اختلاف رقم مستوى الطاقة الرئيسي. يعني احنا قلنا المجموعة بتتفق في عدد الالكترون اللي موجود في مستوى الطاقة الخارجي، كذلك بتتفق في نوع المستوى الفرعي الخارجي اللي برضو اللي هو النهائي بتاع عدد الكم الرئيسي الخارجي بتاعه. يعني قلناها قبل كده ان انا لو انا بصيت على الهيدروجين هلاقيه بينتهي بالاس 1، هبص على الليثيوم برضو اس 1، على الصوديوم برضو اس 1، على البوتاسيوم برضو اس 1، ولكن لو انا بصيت قبل الاس هلاقي فيه ارقام اللي هي اعداد الكم الرئيسية. هلاقي في الهيدروجين مكتوب 1، في الليثيوم مكتوب 2، في الصوديوم مكتوب 3، في البوتاسيوم مكتوب 4. يبقى اذا المجموعة الرئيسية الواحدة بتبقى بتنتهي بنفس عدد الالكترونات ونفس المستوى الفرعي، ولكن بتختلف في عدد الكم الرئيسي سواء كان الاول او الثاني او الثالث او الرابع. طب ده بيفيدني في ايه؟ بيفيدني ان عناصر المجموعة الرئيسية الواحدة بتتشابه في الخواص الفيزيائية والكيميائية لها. طيب هل في اسماء مميزة للمجموعات الرئيسية اللي عندي؟ في اسماء مميزة لبعض المجموعات الرئيسية اللي موجودة هنستعرضها مع بعض. الأسماء المميزة لعناصر بعض المجموعات في الجدول الدوري. عناصر الأقلاء أو الفلزات القلوية، ودي عناصر المجموعة الأولى باستثناء الهيدروجين. يبقى إذن المجموعة الأولى كلها بتسمى عناصر الأقلاء أو الفلزات القلوية ما عدا الهيدروجين. طب في اسم تاني، عناصر الأقلاء الأرضية، ودي عناصر المجموعة التانية. في الهالوجينات، وديت المجموعة السابعة عشر اللي هي السابعة A، دي تسمى بالهالوجينات. بعد كده عندي العناصر بتاعة الغازات الخاملة
عناصر الغازات الخاملة اللي هي الغازات النبيلة، وديت المجموعة الثامنة عشر أو المجموعة الصفرية. دي كانت بعض الأسماء المميزة لعناصر بعض المجموعات في الجدول الدوري الحديث. يبقى خدنا النهاردة الجدول الدوري الحديث، كلمنا قلنا ان انا ما اقدرش احدد مكان الالكترون بالظبط مكانه فين، لان الالكترون طاقته قليلة او كتلته صغيرة جدا، فبتبقى سرعته كبيرة جدا، ما اقدرش احدد المكان بتاعه، لكن اقدر اتكلم عنه من خلال حاجة اسمها الاوربيتال او السحابة الالكترونية. الاوربيتال او السحابة الالكترونية معناها منطقة او حيز من الفراغ يحيط بالنواة بيكون احتمال تواجد الالكترون فيه كبيرا، وقلنا ان السحابة الالكترونية دي بتختلف على حسب طاقة الالكترون. قلنا ان الالكترون كمان بيعمل حركة حول نفسه، حول محوره، ده بيبقى اسمه دوران مغزلي او حركة مغزلية، والحركة المغزلية دي او الدوران ده بيكون يا اما مع اتجاه عقارب الساعة او عكس اتجاه عقارب الساعة. قلنا لما نيجي بنمثله داخل الاوربيتال بيتمثل بسهم، قد يكون السهم ده لاعلى او لاسفل. قلنا ان في سؤال عالي المهم او سؤالين عالي المهم، سؤالين. اول سؤال يقول لك تواجد اتنين الكترون في مستوى او في اوربيتال واحد على الرغم من ان شحنتهم سالبة وبيتواجدوا مع بعض. قلنا لان الاتنين دول وجودهم مع بعض كل واحد فيهم بيعمل حركة حول نفسه فبيولد مجال مغناطيسي. بهذه نكون النهاردة كده انتهينا من المقدمة عن الجدول الدوري الحديث. الى حلقة قادمة باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.